هنا اللي يعني مثلا يقول لك ايه، اين يوجد الله؟ متى يقول له يا شيخ متى واين؟ دي ما تجيش بالنسبه لله، تيجي ليه بالنسبه لك انت؟ متى ولدت واين عشت ونشات؟ مش كده؟ ليه؟ لان متى واين، متى زمان، اين مكان. الزمان والمكان ده ظرف للحدث، ظرف للايه؟ للحدث. يبقى الشيء الحادث هو اللي يبقى له زمان. انا شربت، ما دام حصل حدث الشرب ده يبقى له ايه؟ زمان. لكن هب انني لم اشرب، ايكون في الشرب نقول له اين شربت؟ ما انا ما شربتش. يبقى في زمان؟ يبقى في مكان؟ ما دام الله ليس حدثا فليس متعلق به زمان ومكان. لان الزمان والمكان نشا لما احدث هو كونه. يبقى يوجد الايه؟ الزمان. يبقى لا تقل متى، لان متى به خلقت به. الله. ولا تقل اين، لاين اين خلقت به. سبحان الله. لان متى واين ظرفان، من الزمان ودي للمكان. والزمان والمكان فرع الايه؟ الحدث. لما يجي الحدث يبقى اقول زمان ومكان. انا شربت يبقى في زمان وفي ايه؟ مكان. لم اشرب مفيش حدث خالص، تقول لي متى شربت واين شربت؟ ما حصلش. يبقى اذا ما دام ربنا مش حادث يبقى اياك ان تقول فيه متى، اياك ان تقول فيه اين، لان متى واين وليدتا ايه؟ وليدتا الحدث. فهي بالنسبه لما احدث الله توجد متى وتوجد اين. مفهوم؟ سبحان الله.